مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أنسفت بودكاست. إقبال، سلام. كنتمنى تكوني بخير. الحمد لله خطيت. عرفينا عليك، شكون هي إقبال؟ إقبال واحد البنت اللي شعبية بزاف. المهم نقدم لكم راسي، اسمي إقبال خديري، في عمري 25 عام. كتبانش فيك، كنت صغيرة، كتباني صغيرة. في عمري 25 عام، كبرت وسط عائلة محافظة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام. سيتو، عاودينا على طفولتك يا إقبال. صراحة طفولتي دازت صعيبة بزاف، دازت صعيبة. كانوا مشاكل بزاف ملي كنت صغيرة من جهة الأب ديالي، ودا مبغيتش نجمع عليه في البرنامج حيت كاين شي مشاكل. صافي، من تما جيت كبرت مع جدة، يعني هربت من دار ماما جيت بعد جدة، كبرت مع جدة، خديت المسؤولية وانا صغيرة، خرجت خدمت، خديت الباك ديالي في 2018، خرجت خدمت في واحد المطعم. ابخي صافي تمايا استقرت اني نبدا نخدم على راسي، يعني نجيبها بدراعي. تما هزيت خوتي، هزيت ماما، والحمد لله كنجيبوها حلال، والحمد لله على كل حال. كيف كانت العلاقه ديالك بالمحيط والعائله اللي كبرتي فيه؟ هي علاقتي مع خالاتي وجدة الله يرحمها وجداتي كانت علاقة زوينة بزاف. كبرت دابا انا خالاتي كنحسبهم خواتاتي، حيت ملي كنت صغيرة ما كانوا مكبرين فيا والو، ما كانش فرق ما بين هادي وهادي، كان كلشي سواسية. ومني لقيت ما لقيتش ملجأ، حيت كانوا صراعات مع الاب والام ديالي، فلقيت الملجأ الوحيد هو جدة، وما كانش رفض، بالعكس داتني جدة، وتربيت وسطهم وكبرت وسط خالي وخوالاتي وجدة الله يرحمها، ومازال باقي مع جدي. الاب كيرعى الابناء وهذا الشيء طبيعي في بدايتهم، لكن انت يا إقبال كتوصفي الاب ديالك بانه ما قابش بالدور ديالو، بغينا نعرفه من اي ناحيه. انا ما كندويش على الناحيه الماديه، انا كندوي على الناحيه المعنويه، حيت تقدر يكون شي اب، يعني ما كتستناش منه الفلوس ولا كتستنى منه انه يعيشك عيشه زوينه بزاف، فهمتي؟ اكثر ما كتستنى منه انه يرعاك ويحضنك لعنده، يكون حنين فيك، يكون حنين، فهمتي؟ واكثر هي العلاقات اللي كتكون في الصغر كتبقى مترسخه في العقل، فهمتي؟ كتكون مترسخه بزاف في العقل. داكشي علاش كيكبروا الابناء معقدين، كيخرجوا بزاف د الحوايج، فهمتي؟ كيقدر البنت بغير هذاك التعامل ديال الاب ديالها الخايب اللي بزاف، كتخرج دير شي حوايج خايبين، فهمتي؟ كتبغى تخرج، المهم ما تبقاش في داك الصدار. وانا كتلجأ لصحاباتها، وصحاباتها يقدروا يكونوا صحابات ديال السوء ولا صحابات ديال الخير، هي وزهره، فهمتي؟ هذا كيكون ناتج عن الاب اللي ما كانش الدور ديالو. وهذا الشيء اللي كاين. اعطيني شي موقف ما قدرتيش تنسيه طرا بينك وبين الاب ديالك. موقف الموقف اللي ما قدرتش ننساه هو انني فاش ديت الباك ديالي، طلعت عند بابا قلت لي عطيني باش نمشي نتقيد في السونتر، حيت ما بغيتش ندير لافاك. ف كانت ردة فعل ديالو خايبة، وبقيت كنبكي من عنده الفوق لعند دار جدة، وصراحة كانت ردة فعل خايبة بزاف. هي فاش مشيت خدمت في المطعم، يعني مشيت دخلت لافاك غير هكاك، يعني غات شوية غندخل لافاك، فهمتي؟ تخرجتي غير شي حاجة قليلة. هي فاش ما كملتش قرايتي ومشيت خدمت في مطعم، ومن تما وانا هزة مسؤولية. من صغرك كنت هذا مسؤولية؟ الحمد لله. انت اللي معاونة مع داركم؟ الحمد لله. حاليا تبارك الله عليك هذا واحد المسؤولية كبيرة، هذا عائلتك كاملة، الحمد لله. حاليا قبل ما ندوزو لعلاقتك مع جوزيف، بغينا نعرفو كيف جاتك الفكرة انك تدخلي السوشيال ميديا. كانت الفكرة، ما كانش اصلا عندي فكرة اني ندخل السوشيال ميديا، كنت كندير فيديوهات عاديين، فهمتي؟ عادي كنت كنديرهم، كنديرهم بخيفي، كنبارطاجيهم غير في واتساب وداك الشيء. ابري شفت واحد صديق ديالنا، يعني صديق اختي، هو صغر مني بزاف، كبرنا انصومبل، وكان دار واحد الفيديو في تيك توك، تلاقينا درنا انصومبل فيديو في تيك توك وطلع. وهذاك الدري كان ليه الفضل كبير، علاش انا جالسه هنا كان ليه الفضل كبير، حيت بسببه انا جالسه هنا، وبسببه وصلت ل 3 مليون كذا، كان السبب في الشغله ديالي. حاليا ولينا كنشوفكم انت وجوزيف بزاف في السوشيال ميديا، اذا كتوجدوا لينا شي عراسيه. صراحه انا وجوزيف حاليا كاين المشاكل، وعطينا علاقتنا واحد الراحه.
صراحه بغيت نقول حقها في كلمه جوز على كلمه حق على جوزيف. ود الناس طيب القلب. صراحه دازوا واحد ايام زوينين، كانوا مشاكل يعني كلت العين، العين ديال يعني ملي كنت كتصوري فيديوهات وكذا ما خليتش علاقتي ابار السوشيال ميديا، وحتى الا كانت شي حاجه ما غاديش تبارطاجها في السوشيال ميديا، و تتكون شي حاجه كبيره بزاف فهمتي ابار خطوبه وهادشي، الا درت شي حاجه كبيره تندير هذيك الساعات فوش نبارطاجيها. حاليا نتوما حابسين العلاقه ديالكم؟ حاليا علاقتنا خاصها شويه الراحه. ما كتقوليش بانه هذيك الراحه تقدر انها ترجع بشكل سلبي على العلاقه ديالكم؟ العلاقه الا كانت قويه عمرك تموت، واللي بغاك غادي يبغيك وغيبقى يبغيك. احنا حاليا انا كنشوفك باقي بيناتكم تواصل، كيدعمك، كيقول للناس كيقول للناس انه يعني كيدار عليك بالزوين، بقى عاطين راسنا راحه وصافي فهمتي. يعني كندويو صافي ممكن ندويو كندويو وهادشي كاين، ماشي تفارق ماما ما تفارقتوش، انما حبستو واحد المده باش ترتاحوا، المده باش نرتاحوا وفهمتي حتى ما بغيناش تبقاو نبارطاجيو فيديوهاتنا في السوشيال ميديا وصافي. اسمحي لي، شنو هو السبب اللي خلاكم انكم تفكروا ترتاحوا؟ شي مشاكل وصافي، شي مشاكل وقعوا كيبقى بيني وبينو فهمتي. يعني انا كنقول عليها كلمه حق ود الناس، والله يسهل عليه كما كيبغي ليا هو الخير، انا كنبغي ليا كثر الخير. امه طيبه، عائلته طيبين، الله يخليهم ليه والله يخلي ليهم. اقبال واش الاعتذار يقدر ينسيك الجرح من شخص غلط معاك؟ هو الجرح ما نقدر نقبل الاعتذار، ولكن الجرح ما كيتغطاش، كيبقى واحد الجرح حيت كاس ملي كيتهرس ما كيرجعش كيما كان. ما تقدريش تنساي؟ ما ننساش ولكن نسامح. فهمتي؟ فوقاش كيموت الانسان وهو على قيد الحياه؟ وقتاش كيموت الانسان وهو على قيد الحياه؟ فاش كيمشي لي اعز شخص في حياته. مثلا نعطيك مثال، بحال الجد ديالي وجدة ديالي، كانت بيناتهم علاقه حب زوينه بزاف، وما كنديوش على علاقه حب اللي كدوم 3 سنين لا، علاقه حب اللي كدوز اعوام واعوام. فماتت الجده ديالي وبقى جدي بوحدو بحال فهمتي، بحال واحد هنا كنقولوا هو ميت ولكن على قيد الحياه فهمتي، كيمشي لك واحد الجزء من حياتك فهمتي بلان. هذا واش كنقول لك. فوقاش الانسان يقدر يخون راسو؟ يخون راسو فاش كيدير شي نقول لك بحال دابا انسان يقدر يخون راسو، يقدر يدير الخاطر لانسان اخر ويفورسي على راسو، يفورسي على راسو باش يرضي واحد اخر. بحالاش؟ يعني مثلا نكون انا وشي صديقه ديالي، انا ما نكونش باغا شي حاجه وهي باغاها فكنرضيها وما كنرضيش راسي، انا كنختار نكون انا اللي فهمتي خنت راسي. و واش انت راضي على راسك؟ انا راضي على راسي. خصوصا بهاد خصوصا حاليا الحمد لله. الحمد لله. واش كتبيني بحال كتيقي بالناس وانت ما كتيقيش؟ لا كنتيق. كتيقي؟ كنتيق، وهذا الشيء اللي خايف فيا انايا. هادشي اللي خايف فيا، تعطيني وجه زوين صافي تك وجهك فهمتي. ما كنقولش الانسان راه عنده وجه وجهه، ولا انسان غيغدرك ولا غادي يدير لك ولا غادي لا، كنقول هاد الانسان زوين ما فهمتي، يعني غادي يحس بك حتى، ولكن ماشي كلشي كيف كيف لا. كاين اللي عنده جوج وجوه كيبين لك وجه زوين، ولكن هو عنده وجه اخر. اخر دمعه نزلات كانت فرح ولا حزن؟ اخر دمعه نزلت هي كانت حزن. حزن؟ علاش؟ كانت حزن على واحد الانسان قريب ليا. صافي. صديقه؟ لا قريبه من العائله. واش كتفق مع المقوله اللي كتقول بعض الاحيان كتسالي الرسائل وما كيساليش الشعور؟ كنتفق. يعني تقدر تكوني مع واحد الشخص يعني الرسائل بينك وبينه ما كيساليو ما كتبقاوش دويو، ولكن ما كتنساش واحد الوقت دوزتي معاه وما كتبقاو فيما تنعسي كيجيك واحد الافكار ولا تقدري دويتي معاه الميساجات اللي كنتي كدو قبل، يعني داك الشعور الاحساس ديالك تجاهه ما كتساليش، كتوحشيه فوالا فهمتي. هادشي اللي كاين. نقدروا نقولوا توحشتي جوزيف؟ أمور فهمنا من الضحكة ديالك ومن الحنية.
فوالا. او ايضا نقدروا نقولوا انه ملي كتكوني مع الشخص كدوي رسائل يا اما في واتساب انستغرام، داك الشخص واخا تقدري تعبري له بجميع الرسائل، تقدري ما عرف شو تعبري، ولكن الشعور ديالك ما كتقدريش توصفي الشعور كيفاش تقدري تعرفي على شنو عندك في الاحاسيس ديالك. مثلا حنايا ملي كنقولوا الشخص كان بغيك، حنا كنقصدوا انه فيه الامان، فيه الراحه، فيه لكن حنايا كنختصروها في كلمه واحده اللي هي كنبغيك. واش باقي كتسيني اعتذار شخص خانك؟ باقي كنتسنى اعتذار شخص. شنو هي افضل وسيله للانتقام؟ الابتعاد. هي افضل وسيله. صافي بعدي من بنادم، عطيه واحد الشبر ديال اتساع، خليه كاين الله هو اللي كينتقم من كلشي. الله سبحانه وتعالى كياخذ داك حقك، يعني بلا ما فهمتي ما درتي شي حاجه، صافي الله ربي سبحانه وتعالى كيعرف في قلب كل واحد شنو عنده، يعني هو سيدي ربي كيجازيك على داكشي اللي في قلبك. كان قلبك كحل، راه كتبغي شي حاجه كحل بنادم ولا شي حاجه خايبه في حياته، كياتيك بها الله. بغيتي ديال الزينه راه كتجيك الزينه. هادشي اللي كاين. الدنيا دواره ياك. دواره. دارت فيك؟ دارت. فحالاش عاودي لينا؟ الدنيا دواره. كاين موقف ولا مواقف؟ كاين مواقف بزاف. يعني فاش كنت يعني قبل ما ندير السوشيال ميديا بحال كنا محكورين. فهمتي؟ يعني من اي ناحيه؟ من ناحيه كل شيء. فهمتي؟ من ناحيه انه ما الصيف ما كندوزوش بحال الناس، ماما الا هضرت الحاد فهمتي، وما كناش كنرضاو نقولوا فهمتي. الا جات خالتي كتخرجنا، خالتي ما كانوش كينساونا نهائيا فهمتي. وكان طرا لي واحد الموقف اللي بقى فيا لدابا ما نقدرش نقوله مع اقرب قريبه الناس ليا. تقدري تقولي لكن بلا ما تذكري الاسم ديال الشخص، يكون احسن ملي ما نذكرش باش نقدروا نعرفوا حتى حنايا شطرا. المهم قريبه ليا بزاف، انسانه قريبه ليا العائله. طرا واحد الموقف اللي ما نسيتوش لدابا، ودارت الدنيا ورجعت داكشي بشويه. رجعت ليا كرامتي وكرامتي خوتي، رجعات. دابا باش كتحسي ملي رجعات؟ فهمتي، كنفتخر براسي انا. انا شي ايه مفكر يفرحوا خوتي، وكنا نحس بيهم بلي راه مرتاحين وما خاصهم والو، اوتوماتيكمون كنرتاح. صافي شي انا والو ما ناخذ شي حاجه، كنرتاح. نشوف الضحكه في وجه ماما، خويا، اختي. مرتاح. ما كيبانلكش انه كتقومي بواحد الدور اللي كبير بزاف على السن ديالك؟ كبير. واحد الدور اللي كديرو امراه متزوجه، تقدر ديرو مع ولادها، كنديرو مع خوتي. وانا فخوره، وانا ماشي عمرني نقول عييت وعمرني نلمي على خوتي، باسكو انا خدامه على قبلهم فهمتي. يعني اي حاجه درتها في حق خوتي ولا ماما فغتكون قليله في حقهم فهمتي. وهادشي اللي كاين، ربي كيعطيني باش نعطي لخوتي والناس. انا ماشي نقول لكم، انا غير في تيك توك كنكون دايره بحال هكا، كيبان لي شي وحده كنحس بها راه ما عندهاش وشنو كنعطي، واخا انا محتاجه. كلا، انت انسانه متساعده، ربي كيعطيك من واحد الشيء اللي خاصك تساعدي منه. قال لك اللي ما عطاش من قليل ما كيعطيش من كثير. ف كنكون دايره كيبان شي واحد محتاج، كندير داكشي اللي كنقسم الله وكنمشي. يعني اللي كيعطي من القليل كيعطي من كثير، واللي كيعطيش من القليل ما يعطيش من كثير. بكل صراحه كيف حال قلبك دابا؟ ها؟ بكل صراحه كيف حال قلبك دابا؟ قلبي يعني كيدمع، مدمره. كاع اي واحد يشوفو كيضحك بزاف عارفو غاصله بيه بزاف فهمتي، ولكن بخير الحمد لله. ديما الحمد لله، ديما بخير. الا خدينا قلبك وحطيناه على هاد الطبله، شنو غادي يقول لك؟ يقول لي اقبال، ما تبقايش ديري النيه، وما تبقايش اقبال ديري النيه. ما بقيتش ديري النيه، ما بقيتش تيقي اقبال، ما بقيتش تيقي النيه بزاف. انت واه بزاف، وما كنتعلمش من الخطا ديالي. صافي ديما 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 بزاف. واش عشت ربيت انايا من صغري وانا هكا،
ودابا قبل ما نختموا الحلقه ديالنا غادي نخيرك بين جوج، متفقين؟ الا كان البقاء مؤذي والابتعاد مؤلم، شنو تختاري؟ الابتعاد مؤلم. الابتعاد علاش؟ غادي الا بقيت غادي نضر بزاف، فهمتي؟ يعني ومفاش غادي نمشاعد غادي نتالم، غير واحد الفتره وغنسى، ربي عطانا النسيان، فهمتي؟ يعني غتالم واحد الفتره ولكن من بعد غتنسى. الم الصمت ولا ندم الكلام؟ ادم الصمت. حيت وقت شي كيكون واحد الوقت اللي تكوني منفعله تقدري تقولي شي كلمه ادي لاخر، فهمتي؟ لو ما تسكتي تقدري تصبري واخا الشخص اداك. نصبر واخا الشخص اداك كتنازلي على نازل على حقي، نازل على حقي. تقدر تضرك، تقدر تضرني ونازل على حقي. انا عطيتني تيسع طربت تعادل صافي. الشخص يفهمك ولا يبغيك؟ يفهمني. يفهمك. الشخص يفهمك. واو، قبل ما تقول حاجه صافي فهمها. يعني كيكون واحد الانسجام في التفاهم، فهمتي؟ واخا ما يكونش حب، واخا ما يكونش حب، شي واحد غير يفهمك صافي. واو. اما واحد كيقول لك انا كنبغيك ولكن انا كتحسيش بواحد كيفهمك، واحد كيفهمك يكون احسن. قلبك ولا كرامتك؟ قلب ولا كرامتي؟ قلبي. قلبك. يعني ما عندكش مشكل انك تعفطي على كرامتك؟ لا 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 لا، فهمت السؤال غلط، فهمتو غلط، فهمتو غلط. كنقصد واش قلبك ولا كرامتك؟ لا كرامتي. كرامتك، يعني تقدري تسمحي في بنادم انه جرحك ولا قلل منك؟ اه كرامتي. واش اخي بحاجه يقلل منك بنادم ولا يجرحك؟ شنو مازال شي مازال بقى يعني شنو واحد يجي يجرحك ومازال غادي تكملي معاه؟ لا امبوسيبل. انسان يبغيك ولا انسان انت تبغيه؟ يبغيني. يبغيك. واخا انت ما كتبغيش؟ ماشي واش قال لك شي واحد يبغيني؟ انا غنبغيه، غير جا واحد الوقت غنبغيه، ولكن ماشي انا ملي كتبغي شي واحد هو ما كيبغيكش كتكوني انت مضره بزاف. كذبه تهدي بها قلبك ولا حقيقه تألمك؟ حقيقه تألمني. ما عندكش مشكل انك مهم الحقيقه. واخر سؤال، شنو اللي صعيب بالنسبه ليكي، الوجع النفسي ولا الوجع الجسدي؟ النفسي. النفسي. نفسي خايب. النفسي مخيب وانا مجربها. علاش؟ الجسد يقدر يتماشى. يتماشى ولكن نفسي صعيب، كيبقى معك طول العمر. نفسي ما كتحيدش، كيبقى معك طول العمر. دابا انا جيني صغري بالك باقي عندي مرض نفسي، كتحيدش مرض نفسي خايب. صراحة كانت حلقة زوينة معاك. الله يحفظك. ارتحيت معاك. الله يحفظك. الله يكبر بيك. بغيتك تعطي رسالة للناس اللي كيشوفوا فيك حاليا في هذا الفيديو، او الناس اللي كيتابعوك وكيبغيوك. كنبغي نقول لكم الناس اللي كتبعوا اقبال شينوية، كنبغيكم بزاف. الله يسهل عليكم، الله يسهل على كل واحد، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم، اللي كيقرا الله ينجحوا. الناس الكبار اللي كيتبعوني الله يعطي لوالديكم شي حجة. الله يسهل على كل بنيته. كنبغيكم بزاف بزاف وصافي. وما تنسايش الام ديالك وخوتك. تحية. ماما كنقول لك كنبغيك بزاف. عندك ماما، خويا هيثم، اختي بسمة، جوتيم بوكو. وكنبغي نشكر جدي، كنبغي نطلبوا معاه كاملين بالشفاء، وخالاتي، وكنبغي نشكر واحد جوج صحاباتي اللي هما السند ديالي، فريمون السند، وكان ليا الشرف اني تلاقيت معاهم. وكنبغي نوجه لهم تحيه ليسرى واكرام، حيت صراحه هما اللي لقيت في واحد الوقت اللي ضيق بزاف، كنخرج معاهم نضحك معاهم، يعني نساو بزاف ديال الحوايج. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف. شكرا. شكرا. ودابا وصلنا لنهايه الحلقه، وكنقول لكم مع السلامه.